للمحاكمة التأديبية في حادث قطار المرازيق. أمرت المستشار أماني الرفعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمساءلة 10 من المسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تأديبيا، وذلك لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة، مما ترتب عليه خروج قطار يوم 13 يوليو الماضي عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عربته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق، مما أدى إلى إصابة عدد 63 راكب وتعريض حياة المواطنين للخطر. صرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية أن المحالين للمساءلة التأديبية هم كل من مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة ومدير إدارة صيانة الإشارات ورئيس قسم الإشارات ومهندس الإشارات بمنطقة القاهرة، أيضا رئيس قسم الكهرباء بمحطة المرازيق بالهيئة ومدير عام ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة منطقة القاهرة ورئيس قسم المحطات منطقة القاهرة ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة. كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا بالفعل من السيد وزير النقل بشأن طلب تحديد مسؤولية المختصين بالهيئة القومية لسكك الحديد عن تلك الواقعة. ننتقل إلى